ضلنا بباريس مع قضية هيفا وهبي اللي تفاعلت كتير الأسبوع الماضي، فعلى طريقة كيم كارداشيان اللي لفتت أنظار العالم مؤخرا بعد تعرضها للسرقة، كشفت النجمة هيفا وهبي عبر سناب شات عن تعرضها لمحاولة خطف بباريس خلال انتقالها من المطار والفندق. وكان برنامج إيتي بالعربي أعد تقرير فينا نقول فيه كذب هيفا وهبي، وأكد من خلاله أنه ما في بلاغ لدى الشرطة بباريس باسم هيفا، يعني ما تعرضت لا للسرقة ولا لمحاولة خطف، أو يمكن تعرضت وما حدا دري غيرها بهالواقعة. فهل وقع أبغض الحلال؟ وهل أخطأ إيتي بالعربي وغلط غلطة كبيرة مع هيفا؟ هل معقول أنه هالحادثة ما لفتت نظر الصحافة الفرنسية، خاصة بما أنه الموضوع بيتعلق بنجمة بحجم هيفا وهبي بتتردد بشكل مستمر على باريس للنقاهة والعمل، وأحيانا لحضور أسابيع الموضة اللي بتصورها أهم محطات الفاشن، تماما مثل ما حدث مع أحلام وقت حادثة السرقة في الصيف الماضي واللي نشرته أكثر من صحيفة فرنسية. هالتقرير أفقد هيفا أعصابها ورصانتها، فكان رد قاسي كتير وطال البرنامج وإدارة الام بي سي بشكل عام. أهلين نادين، أنا هيفا. أنا بستغرب كيف وحدة بمكانتي كيكي وبأخلاقك بتلفن للناس لتقلن شفت كذبة هيفا. كذبة هيفا اللي عم تحكي عنها اللي هي ما بتمنيها لعدو ولا لصديق، وإن شاء الله ما بتبرقي فيها يا نادين. بس أنا رح فرجيكي قلت عنك كذابة. الدوكيومنتس اللي معها اليوم واللي سلمتهم لواحد من الصحفيين، لأنه أنا ما حبيت سلمهم للأم بي سي لأنه طريقتهم السوقية كانت بالتعامل معنا. وبعد ما أثبتت هيفا بالوثائق صحة تعرضها لمحاولة خطف، بعدها غردت وقالت لما بتفوت الحقيقة من الباب بتهرب الشائعة من الشباك. بيقدر المتحدث الرسمي باسم الام بي سي مازن حايك الى توضيح موقف المحطه، واكد انه اداره المحطه طبعا تحترم خصوصيه واستقلاليه فريق اعداد اي تي بالعربي، واللي ورد بالبرنامج ما بيمثل بالضروره وجهه نظر الام بي سي الرسميه، وبالتالي المحطه بتكن لهيفا وهبي كل تقدير واحترام، وهي مش بوارد الدخول بسجالات مع وقت التوضيح. وبدي اوضح شغله كمان، انه انا لما كنت موجوده مع رجا ورودولف بانترفيو عبر صوت الغد على الراديو، سمعنا فويس لهيفا كانت بعتته لرودولف، بعتت فويس اتهمت فيه بشكل كتير قاسي وجرحت كتير بالمسؤوله بالام بي سي نادين طبعا، وقالت انه واللي هي المشرفه على برنامج اي تي بالعربي، وقالت انه نادين شخص امبروفيشنال وكتير حقارتها فينا نقول بالكلام، لانه هيفا كانت كتير معصبه كيف بيتهموها بالكذب انه هي لفقت كل هيدا الموضوع وما في شيء منه حقيقه. على كل حال نحن بنتمنى السلامة لهيفا وهبي لنجمة قمر 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 من بلادنا.